السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نسرا كل بيسمعني معكم أستاذ صفاء من قناة يوتيوب. كل بيسمعنا لو مرة عجب الفيديو ما ينساش يشتركوا بعلينا الجرس. حل قوم مكتسبات صفحة 18 في اللغة العربية سنة تانية متوسط. أعد قراءة النص وحدد مقاطع الحوار فيه. قالت لها نورة في إلحاح: ديني أن تجيبيني إلى طلبي يا أمة. ابتسمت الأم وقالت: أريد أن أعرف أولا هذا الطلب، بل عيديني قبل أن تعرفي. إذا قومي يا أمي، قومي، اخلعي ثوبك هذا. دي مقاطع الحوار الموجودة في النص عندكم. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.